يقول سعيد بن جبير: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا أخي يا محمد، يقول لك الله تبارك وتعالى: لقد قتلت بيحيى بن زكريا 70,000، وإني قاتل بابن بنتك 70,000 و70,000. أيها الإخوة، الحديث المشهور الذي نتداوله ويدور على ألسنة الوعاظ والخطباء: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، من اليهود والنصارى؟ قال: فمن، أي فمن الناس سواهم طبعا، واليهود أكثر ما اشتهروا به. ما هو؟ قتلهم الأنبياء والمرسلين. هذه الأمة حاولت قتل نبيها، كما في صحيح مسلم. أيها الإخوة، المنافقون المتظاهرون بأنهم من أصحابه حاولوا قتله، مرجعه من غزوة تبوك التي خلف فيها عليا في المدينة، لحكمة، لأن ناصبيا معثرا تعيسا والعياذ بالله يزعم بعد ذلك، حريز بن عثمان الحمصي يزعم أن عليا هو الذي أراد أن يقتل رسول الله في العقبة التبوكية، قدم إليه بغلته وحل رسنها، والبغلة مركب عثور والعياذ بالله، يكثر أن تقتل راكبها وصاحبها إذا وقع عنها، خلافا للفرس أو الحصان. أيها الإخوة، انظروا إلى هذا الناصبي الذي يتعبد الله ببغض أهل البيت، فلعنة الله على مبغضهم إلى يوم. رحمة الله على الإمام أبي عبد الله الحاكم الذي اتهم بالتشيع، صاحب المستدرك على الصحيحين، يقول: أبو عثمان الصابوني أنشدني شيخنا الإمام أبو عبد الله الحاكم في مجلس الإمام الحمشادي. الحاكم ماذا يقول؟ يقول: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، كما قلت لكم، والنبي ثبت عنه هذا، ورد عنه هذا، كما قتل يحيى، كما قتل بنو إسرائيل أنبياء هذه الأمة، فشلت أن تقتل محمدا ليلة العقبة التبوكية، فشلت، والنبي أخبر بأسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتله. على كل ذكي وأريب أن يبحث وأن ينقر وأن ينقب وأن يفتش، لكي يعرف على الأقل أسماء بعض هؤلاء الذين أرادوا قتل الرسول ليلة العقبة. اقرأوا صحيح مسلم، واقرأوا الشروحات وكل ما كتب، حتى تأخذوا فكرة عامة عن الموضوع. الموضوع خطير خطير. قال حذيفة: أشهد أنهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في صحيح مسلم. هذا لا يقال لنا، لا نعلم الحقائق أيها الإخوة. نعم، فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه، وقتلوا ابنه، وقتلوا ابنه. الله أكبر. أنا دائما أحد التابعين يقول: التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا من شدة خوفه من الله، بل إن عملاق الإسلام الذي أثنى عليه رسول الله قال: لو كان نبي من بعدي لكان عمر. عمر بن الخطاب جاء إلى سيدنا حذيفة وقال: يا حذيفة، بربك اسمي مع المنافقين؟ لا تمدح نفسك. هذا الفاروق عمر المبشر بالجنة، عملاق الإسلام القوي الأمين رضي الله عنه، ذهب إلى حذيفة بن اليمان وقال: أسألك بالله، أسماني لك النبي في المنافقين؟ شوف نفس عمر في عينه
اتهم نفسه بالنفاق مخلص. من أمارات الإخلاص مقت النفس واتهامها دائما بالتقصير. يوم يا ابني ما تشوف نفسك بقيت حاجة أنت هالك. فقال لحذيفة الأسباب وقال له ما تقولش الحق. ويمر الزمن، حذيفة يدي درس في الجامع المسجد النبوي، خلاص ما فيش حد بيسأل حذيفة ولا حد بيسأل حذيفة. طبعا هما بيقولوا حذيفة كان يعرف أعلى بالناس بأسماء المنافقين، يقول كده كذاب. أي شيخ يقول الكلام ده حقير وكذاب ومزور. ليه؟ لأنه يناقض القرآن ليحمي شخصا ما. فين فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. النبي ربنا بيقول عليه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فإذا كان رسول الله لا يعلم المنافقين وأسماء المنافقين بنص القرآن، فازاي حذيفة هيعرف أسماء المنافقين؟ إنما حذيفة يعرف أسماء اللي حوله اغتيال رسول الله بس فقط لا غير. هي دي الأسماء اللي أبلغ بها وطلب من النبي إن هو يجيب الجماعة دولة ويقتلهم، فقالوا لا لا أحب أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه أو قاتل بقوم حتى إذا ظفر بهم على عدوه عاد فقتله. لحد كده كويس خلاص، ما فيش حد أهم في القصة دي حاجة. في زمن سيدنا عمر هو الخليفة، حذيفة بيدي درس في الجامع قدام الناس، بيدي درس بيعلم الناس في المسجد النبوي. يجي سيدنا عمر يقول يا حذيفة أقسمت عليك بالله أأنا منهم؟ أنا عايز بقى المنصفين اللي عندهم دين، اللي عندهم أخلاق، اللي بيستجيبوا ربنا وإذا قلتم فاعدلوا، اللي بيستجيبوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، اللي بيستجيبوا ولا تكتبوا الشهادة، اللي بيقيموا الشهادة لله. مظبوط؟ أريد أن أسألهم لماذا سيدنا عمر يوجه هذا السؤال لحذيفة دون غيره من أصحاب رسول الله اللي كانوا في الجيش كلهم؟ ليه؟ جيبوا أي جهة في الأرض، جيبوا. أنا أعرف إن الكلام ده ثقيل، لكن أنت هتسمعه إيه؟ لازم تستناك يوم القيامة لما تسمعه. ما أنا مش معقول، أنا راجل يعني ربنا أخذ علينا ألا نكتب شهادة الله، وأخذ علينا أن نبلغ دعوة الله. فأنت هتستنى لحد يوم القيامة لما تعرف وتقول الشيخ ما قالناش؟ فأنا بقول لك وأجري على الله يا سيدي أعرفها. إحنا هنرجع التاريخ؟ مش هنرجعه، بس على الأقل تعرف أين تضع ولاءك؟ مع من تصف؟ مع من تتبع؟ ولمن تخضع؟ اعرف الكلام ده، أنت مش خسران. لا علي هينفعك ولا أبو بكر هينفعك ولا عمر هينفعك ولا عثمان هينفعك. هينفعك الإيمان المحض والإخلاص لله رب العالمين والفهم والاعتقاد الصحيح. عمر بيسأل حذيفة ليه؟ ليه؟ أي واحد عاقل يقول عمر هو المتهم الأول والأساسي في هذه محاولة الاغتيال. هل معنى كده أن عمر كان منافق وأن عمر من أهل النار؟ أنا لا أستطيع أن أقول هذا الكلام، لأن ربنا بيقول في المحاولة دي فإن يتوبوا يكون خيرا لهم. قد يكون الرجل تاب، أنا لا علاقة لي بالمسألة. إنما أنا عايز أقول لك إذا كان عمر تورط في محاولة اغتيال رسول الله، إذا تورط، لأن الوحيد اللي سأل ما فيش حد سأل غيره، ويبقى الحكمة الوحيدة من إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكلام ده لحذيفة، الحكمة الوحيدة منها إن عمر يستدرك وإن الناس تتوقف على تصرفات سيدنا عمر. وسيدنا عمر طول ما هو في ذهن العقل السني اللي هو عقلنا احنا كسنة، انه هو الذي صنع الاسلام واقام مجده
وأعمدة ده عمرك أنت ما هتصف مع أهل البيت. لما بتيجي نقول لك إن سيدنا عمر كان الأدان فيه حي على خير العمل وتشارك منه بأمر من سيدنا عمر، لا، لازال الأدان من غير حي على خير العمل. طبعا الشيعة عملوا بدعة أشهدوا أن علي ولي الله، ما هي واحدة بواحدة. تيجي تقول للشيعة يا جماعة أشهدوا طبعا سيدنا علي هو سيد أولياء الله بعد رسول الله. حتى في شيخ مسكين يا عيني في العراق الأسبوع اللي فات، راجل مسكين وعلى قد حاله، قال قالوا له تعالى أقدم صوته حلو وبيقرأ القرآن وهيعمل يا شينيا. قالوا له أقدم يا عم في العراق. راح الراجل المسكين أقدم بصوته الحلو، وطبعا هيقدم. أنت عارف الأزهريين يعني بتعود ربنا يعني اللي هم يسموهم اللهوي، يعني هو راجل لا همه دي ولا همه دي. فالراجل راح مقدم وقال الأذان بتاع الشيعة، يعني هيبقى قاعد عند الشيعة وهيقول أذان السنة، وهو المضطر يقول الأذان اللي يعجب الشيعة وبيقضى بياخد فيها الشيء. فالراجل قال في الأذان أشهد أن علي الله، مسكوا بهدلوا، ولا الراجل لا فاهم ولي الله ولا غير ولي الله، وطلع على التلفزيون يا جماعة أنا بعتذر، رفضوا من الأزهر، وقفوا وبهدلوا عرضه، كل ده عشان إيه؟ نلغي الأذان خالص يا سيدي. اعتبرنا بلاش نقل هي يعني اشهد ان علي ولا طبعا هي بدعه طبعا لان ليست من السنه، ولا النبي سمع ولا اهل البيت قالوا اشهد ان علي ولا في الاداء، انما علي هو سيد اولياء الله بعد رسول الله، مفيش كلام، مش في الاداء. انما الشيعه اللي بيجي يردوا على دي يقولوا ايه؟ ما انتوا بتقولوا الصلاه خير من النوم وعمر هو اللي حضرها. يا سيدي انا بقول لك انت حرام، انت بتقول لي انت حرام انت كمان؟ حاجه غريبه يعني بلاش لازمه دي. انما نشيل اشهد ان علي ولي الله، انما هو سيد اولياء الله ومعين من الله وتعيين عليه من الله كوجود، يعني ادله دليل من دلاله وجود الله نفسه، مفيش كلام في هذا الكلام. انما خلينا نقف عند الحقيقه المر، سيدنا عمر لما سال خلاص انا البروسكيوتر بالانجليزي، انا النيابه العامه، اوجه اتهام لعمر بن الخطاب بانه تورط في محاولة اغتيال رسول الله، ولا أعلم إن كان تاب أو لم يتب، إنما أنا أوجه له اتهام صريحا وعلى أمة محمد أن تعيد النظر في كل ما ينقل عن سيدنا عمر. هو اللي حط الصلاة خير من النوم في الأداء، هو اللي وقف زواج المتعة، هو اللي يعني كان بيتصرف يعني إيه، هو اللي منع الصحابة والمسلمين إن هم يعملوا حج التمتع، كان بيصدر قرارات بهذا. فسيدنا عمر طبعا سيدنا عمر كأداء عام في السلطه، الراجل لا سرق ولا حط اهله على الناس، كنت من المسلمات. انما انا ساعات استغرب شخصيات عندنا مهمه في التاريخ جدا، يعني سيدنا عمر لما يجي مات قال يا ليت عمر لم تلده امه، ده كلام خطير، الواحد هو بيستقبل الموت يقول يا ليت عمر لم تلده امه. وقف عندي، وقف عندي شوية. طيب ده بلال ابن رباح، يعني حد يقول بلال ولا عمر بن الخطاب؟ ما هو اختراع حديث العشر المبشرين بالجنة من الأكاذيب، لأن لو أنا مبشر بالجنة أنا أحط رجلي على رجلي وقلت تعالى واحد يقتلني والنبي. أنا لما أكون مبشر بالجنة أقول يا جماعة أنا قاعد ليه؟ يعني أنا قاعد ليه؟ ده صاحب المبنى اللي إحنا فيه حد يظهر زقه علينا عايز يطلعنا من الـ من الـ من المكان لان ما عندناش عقد ايجار. فقلت له يا سيدي ادعى ربنا يتوب عليك مني. يتوب عليك مني؟ قال لي ازاي؟ قلت له يا سيدي يمكن تجي لي موتى فتستريح مني، او اعتقل فتستريح مني، اي حاجه يعني، فربنا يتوب عليك مني وخلاص. يعني لو انا قفلت الجامع مع ربنا اللي قفله اقول له، قلت له لا مش وانا بقول لك انت تدعي ربنا بس. فانا ولا نصكم بقول يا سيدي اموت. طيب سيدنا عمر لما يجي يموت يقول ايه؟ سيدنا عمر يقول يا ليت عمر لم تلده امه قبل ما يموت بكام ساعه. غريبه. سيده عائشه لما تيجي تموت تقول يا ليتني كنت ناسيا منسيا. غريبه. ينقل عن سيدنا ابو بكر لو كانت رجلي في الجنه والرجل الثانيه بره ما امنت بكر الله. غريبة شوية. طيب تعال شوف علي لما عبد الرحمن بن ملجم رقعوا على راسه، رقعوا بالسيف الإمام علي الفستو رب الكعبة. زيد بن الدثنة لما جالوا سهم، كان مجموعة رايحين يعلموا قراء، جالوا السهم في
صدغه قال ايه؟ قال فزت ورب الكعبه. بلال بن رباح وهو بيموت بيقول ايه؟ بيقول بتقول له لا كرباء، قال لها لا كرباء، ده النبي بيقول لا كرباء لفاطمه، لا كرباء على ابيك بعد اليوم. انما بلال بيقول ايه؟ محمد غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. اي عليك عليك، هل بلال اكثر ثقه في الجنه من عمر وابي بكر والسيده عائشه؟ كتير قوي دي. يبقى اذا لما انا اكون مبشر، ما هو عدنان ابراهيم